إجراءات تداول الملفات خارج الوحدة الإدارية، خارج الوحدة، ممكن اللي ممكن يكون اللي قبل كان داخل الوحدة لكن هنا خارج، اللي هي الوحدات الإدارية داخل المنظمة. برضو ممكن ناس آخرين في الوحدات الأخرى يستفيدوا من هذه اللي هي الملفات، من خلال أنا برضو الرمز، من خلال اللي هي تسجيل البيانات، من خلال اللي هو توقيع اللي هو المستعير. كل هذه اللي هي الأمور برضو بتأكد عليها، بتأكد منها اللي هي قبل إعطاء هذا اللي هو الشخص هذا الكتاب. بعدين بيحكي هنا عن عودة الملف من المستفيد، من الوحدات الأخرى أو من الأشخاص الآخرين اللي هو استفادوا من هذه اللي هي. برضو نفس الشيء اللي هنا، استخراج بطاقة حركة الملف من مكان حفظها حتى نتأكد اللي هو إنه تم عملية إنه توقيع هذا الشخص، إنه تم إعادة هذا اللي هو الملف، مراجعة الملف قبل اللي هي عملية الحفظ، إيداع هذا الملف داخل المكان، وهكذا من هذه اللي هي الأمور. إجراءات المتابعة، هين إجراءات المتابعة يعني اللي هي لما بدي أجي أتابع الملف، أنا اللي هو في عندي أشخاص اللي هو استعاروا كتب أو المستفيدين من هذه الكتب أو الملفات، يجب أن يعطي للشخص المستفيد ليتمكن من الاستفادة من هذا الملف الوقت الكافي. بعد هيك بتم عملية، هنا أهم حاجة في هذا اللي هو الموضوع، يعني إحنا بالنسبة للمتابعة يعني في عندي اللي هو موضوع مهم جدا، يجب اتخاذ الإجراءات اللي هي المطلوبة في عملية المتابعة. يعني مثلا واحد طول عنده اللي هو الملف أو اللي هو الكتاب، ممكن يتم عملية الاتصال بشكل مباشر لاستعجاله لعودة هذا الملف بشكل سريع. ممكن من خلال عملية الاتصال والمتابعة برضو هذه بتخلي اللي هو الشخص يسترجع هذا الملف بشكل سريع من خلال الإثباتات أو التواريخ اللي هي مسجلة عندنا. إعطاء اللي هو المستعير مهلة لإعادة هذا الملف، لو طول ممكن نديه يوم أو يومين كمان حتى يستعجل في إعادة هذا الملف. لكن عند الانتهاء من هذه المهلة وعدم إرجاع هذا اللي هو المستعير لهذا الملف، نقوم بتنفيذ برضو بعض الإجراءات، الاتصال مرة أخرى لاستعجاله عودة هذا الملف. ممكن بس بنسجل في اللي هو في عنا في البطاقات أو في اللي هي الموجودة عنا في خانة رقم 2 مثلا، في عنا خانة رقم 1 أو 2، الأولى إحنا سجلنا فيها البيانات اللي هو استعار فيها الكتاب، رقم 2 إنه إحنا اتصلنا في كذا مرة، فبتم عملية تدوين هذا الملف كمان مرة وإعطائه مهلة جديدة لإعادة هذا الملف. في حال مثلا إعادة هذا الملف، بتم إرجاع هذا الملف إلى مكانه. لكن في حال عدم إرجاع هذا الملف، بنقوم كمان نأخذ اتخاذ إجراءات أخرى في هذا الموضوع. لازم يتم عملية تبليغ اللي هو المسؤول عن هذا اللي هو الملفات لعرضها عليه اللي هو مثلا رئيس الوحدة تبع الشخص المستعير، والمسؤول الإداري التي تربط به الوحدة الإدارية الشخص الآخر، اللي هو إبلاغه عن تأخير اللي هو المستعير أو المستفيد عن هذا الموضوع. في عندي اللي هو تجهيز مكان اللي هو لعملية الحفظ. تجهيز المكان هذه نقطة مهمة جدا، يعني إحنا حسب مركز الحفظ إحنا أو الأرشيف أو مركز المعلومات. بالنسبة لحفظ اللي هي الملفات، كل اللي هي حسب طبيعة حجم اللي هي المؤسسة، اللي هو يجب علينا معرفة اللي هي طبيعة حجم المنظمة حتى نعرف إيش كيف اللي هي التعامل مع المحفوظات، لأنه في عنا محفوظات مثلا نشطة، متوسط نشاط أو غير نشطة. هذه أمور مهمة جدا حتى يتم عملية اللي هي ترتيب هذه اللي هي توفير الظروف المكانية والوظيفية والإدارية المناسبة لعملية تجهيز اللي هي الملفات بالشكل الصحيح والسليم لهذا الموضوع. فالتجهيزات اللازمة لاستيعاب جميع الملفات، مثل ممكن احنا نكون في عندنا خزان كبيرة تحتوي على أرفف لوضع اللي هي الملفات الكرتونية فيها، ممكن نحتاج إلى أجهزة كهربائية، دوارة ممكن متحركة يدويا، يعني حسب طبيعة اللي هي عملية الحفظ وحسب مكان وحجم اللي هي المنظمة اللي هي لعملية اللي هو الحفظ.
هذا كل ما يتعلق بالوحدة السابعة. إن شاء الله هنتحدث عن الوحدة الثامنة اللي هي المحفوظات في الأجهزة الحكومية.